معاه عناصر كويسه هتخدمه باذن الله، بس هو عايز شويه وقت. يعني انا عندي اسئله كتيره جدا والوقت بتاعنا يعني قرب على الانتهاء، عايز اسالك بسرعه كده ونبقى اجابات على السريع. فوجئت بعدم انضمام احمد فتحي المنتخب؟ طبعا فوجئت، بس هو انا يعني حطيت احتمالين، هل هو حاطط معيار السن مقياس وده يبقى خطا كبير جدا. بالظبط. ليه؟ لان انا شفته انه استبعد عبد الشافي واستبعد احمد فتحي. احمد فتحي كان بيلعب باك يمين وباك شمال وديفندر وديفندر وبيلعب مساك كمان، لعيب ما شاء الله ب 50 رئه، ربنا يحمي يا رب. فهو قد يكون تعرف المدرب جاي جديد مشوش لسه، فبيسمع من هنا وبيسمع من هنا وبيسمع من هنا، لسه ما شافش كويس. انما لعيب بحجم احمد فتحي يعني من الصعب ان تضحك بيه بسهوله. اعتقد ان اختيارات المنتخب مش اختيارات اجيري. لا طبعا، هو بالزبط. لسه خد بالك، هو لسه ما يعرفش الاسامي. هو فاكر، هو يمكن اللي مساعده شويه ان هو اتفرج على مصر في كاس العالم، وساعتها ما كانش هو ماسك المنتخب، فكان بيتفرج بدون تركيز. اعتقد ان هو بدا يجيب الشرايط الثانيه ويعيد يتفرج عليها. انما المفروض الجهاز المعاون والناس الموجودين معاه عارفين بالظبط ايه قيمه اللاعب الفلاني وايه قيمه ديت، فلازم كانوا ينبهوه يقولوا له لا بتاع، بس هو لسه ما شافش امكانيات كويسه مش واضحه قدامه، وممكن هو اللي يجي بعد كده اذا كان حد قال له لا بلاش احمد فتحي، هو اللي يجي بعد كده يقول لك لا انا عايز احمد فتحي. تمام. لما يجرب ويشوف. تمام. خروج ميسي من قائمه ثلاث افضل لاعبين في العالم كان مفاجاه بالنسبه لك؟ والله انا يعني كنت متوقع ان ميسي على الاقل يكون مع مودريتش ومع رونالدو كريستيانو، انما دخول صلاح يعني انا كنت طبعا بتمنى انه يكون صلاح موجود. فوجود صلاح ديت مفاجاه كبيره ليا، وقلت يعني ده يعني صلاح هو داخل التاريخ، بس هو كده داخل التاريخ من اوسع ابوابه. المفاجاه ان في عدم وجود مين؟ ميسي. فانت دلوقتي لما نحط مقارنه نقول احنا عندنا لعيب بحجم محمد صلاح محطوط من ضمن ثلاثة ومش موجود ميسي، دي بتعلي من قيمة صلاح كتير. تمام. أكيد، لكن كانت مفاجأة خروج ميسي. طبعا طبعا مفاجأة. وإن كان يعني ظهور ميسي في كأس العالم ما كانش بالشكل المطلوب هي المطلوب. دي سبب من الأسباب يعني. آخر سؤال يا كابتن شريف، الأهلي قادر على الحصول على البطولة الأفريقية ولا خايف من حاجة؟ أنا تعودت إن النادي الأهلي ما بيخافش، وتعود إن النادي البطل بيخش أي بطولة عشان ياخدها. أنا عندي ثقة كبيرة جدا إن النادي الأهلي ياخد بطولة أفريقيا، ومع الوقت هيكون المدرب الموجود كمان زي ما كنا بنتكلم على أجير بنفس المدرب الموجود، هيبقى عارف اللعيبة أكتر، هيقدر يحفظ أكتر، يبدأ طريقة أسلوبه يفرضه بشكل أفضل، ويبدأ انسجام النادي الأهلي يبان. إنما النادي الأهلي تحت أي ظروف أنا بقول لك قادر بإذن الله إنه ياخد بطولة أفريقيا، والنادي الأهلي معودنا على كده، ومش بس كده، وإن شاء الله يكون في كأس العالم بإذن الله. يا رب، شرفتنا ونورتنا يا كابتن. الله يخليك. الوقت عدى معاك بسرعة جدا. حبيبي ده أنا سعيد إن أنا كنت موجود معاكم. متشكرين يا حبيبي، تحياتي ليك ولكل أسرة البرنامج. نور شرف، ربنا يخليك يا رب. دي كانت فقرتنا مع النجم شريف الخشاب، نجم مصر ونجم نادي المحلة وزعيم الفلاحين السابق. إن شاء الله نادي المحلة يرجع بسرعة تاني زي ما أتمنى الكابتن شريف الخشاب. دي كانت فقرتي وانتهت معاكم، دايما بتشرف بيكم ودايما وقتي بيخلص معاكم بسرعة. نروح بقى لمحمد سعيد عشان يناقش معاكم لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وإن شاء الله تليق باسم النادي الأهلي الكبير في كل مكان وزمان. اتفضل يا محمد. شكرا ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك، وشكرا ليك، وشكرا للكابتن شريف الخشاب. عايز كذا وما بيقبلش يدفع. اللاعب النص نص يقول لك ماشي يدفع ويجي وخلاص، وبالتالي تعمل فرقه اي كلام عشان ناس معينه تستفيد. فبدا النظام ده ماشي. انا قدمت استقالت ساعتها بعد اول مباراه كانت مع النادي الاهلي في القاهره هنا، وطلبت من رئيس النادي ساعتها انه ياخد موقف من الشخص دوت. وما حدش خد موقف. ما خدش موقف، بالعكس ده سنده وتاني، وسنده بقى 3-4 سنين لحد ما بقت المحله في الوضع اللي هي فيه دي. دي اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لي انا وبالنسبه للعموم وبالنسبه للناس كلها يعني. انا كنت متخيل، حتى ساعتها كان موجود محافظ الغربيه اللي هو عبد الحميد الشناوي، وبعت لي مكتبه وقعدت معاه وحاول سنين عند الاستقاله، فاتكلمت معاه بصراحه قلت له الوضع 1 2 3، وبعدين دايما بحب اتكلم بمستندات. اكيد. فوديته المستندات، اديته الشيكات اللي الولد عاملها، اديته الوضع بالكامل. فهو قال لي يعني انت عندك حق يعني.
وفي نفس الوقت رئيس مجلس الإدارة ما تفهمش كان مسنود إزاي أو إيه الوضع من بالنسبة له بالنسبة لوزير الاستثمار. كانت حاجة غريبة فعلا. أيوة. مثيرة للشك والجدل. فده طبعا أثرت بالسلب، الفرقة نزلت بعد كده، أنا مشيت الفرقة نزلت درجة تانية. وبعد كده بدأ بقى التدهور تدهور. دلوقتي السنة اللي فاتت الفرقة كانت هتهبط للدرجة التالتة. السنة دي هم بدأوا الموسم في الدرجة الأولى، يعني لعبوا 3 ماتشات، كسبوا ماتشين وخسروا ماتش. ونتمنى يعني يكون في بارقة أمل كده أو في باب كده مفتوح، الناس تصفى النفوس شوية والناس تشتغل للصالح اللي عامل صالح نادي محل. نادي محل قلعة رياضية، أنت عارف محمد، أنت جيت وشوفت طبعا. أنا عايز أقول مثلا، مش عايز أقول لك الشركة في الاستاد بتاع الأولى اللي الناس عارفاه دوت، منظر يفرح، حواليه 5 6 ملاعب كورة، حواليه قلعة رياضية تانية، جميع الملاعب، ده اللي يجننك، حمام سباحة أولمبي، يعني قلعة رياضية، ده اللي يجنن الإمكانيات. أي نادي يتمنى يكون عنده ربع الامكانيات دي عشان يكون متواجد في الدوري. فالواحد بيحزن، وفي جمهور بقى عاشق للكوره وعاشق للنادي بتاعه. فالمفروض ان انت عشان خاطر اسم غزل محله كبير، وبعدين انت لو بتعمل اعلان لشركه غزل محله، هو فريق الكوره الاعلام بتاعك بالزبط. فانت اصرف عليه صح عشان تعمل فرقه صح، عشان وكل دقيقه في الدوري الممتاز. انت لو تزعلك في الدرجه الاولى ماتش، لا انت بتزعلك في دوري الممتاز الماتشات كلها. وبعدين اصل المحله كمان وضعها غير الاعلانات، وغير ان انت لازم بقى في المكان ده محافظه كبيره جدا يا كابتن، لازم يبقى ليها ممثل، وبعدين ممثل عنده الامكانيات اللي حضرتك بتتكلم فيها، واسم كبير، والمحله بالزبط. تاريخ المحله طلعت بالزبط. مين يا ميدو؟ طلعت عماشه السياج، الله يرحمهم جميعا، عماشه السياج، عبد الرحيم خليل، السيد عبد الجواد، كابتن خورشد، حنفي هليل، محرز، ابو اسماعيل، حمام، ده انا بتكلم لك على الجيل. بعد كده بقى شو غريب والزفتاوي وصابر عيد وطارق معجوب وحسام عبد، جيل اسامي كتير. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا انا لعبت في الاتحاد والاهلي وانبي، كانت اصعب ماتشاتنا المحله في المحله. انا بقول لك يا كان يبقى يوم بقى، مش عايز اقول لك. انا بقول لك مره مستر مانويل بيهزر معايا قبل المؤتمر الصحفي، بيقول لي انا بكره من صعوبه المباراه اجي ماتش المحله. دي حقيقه. يعني حقيقة. انا كل الدوري عندي ما فيش، تحس بتلعب برشلونه بتحوله الماتش الوحيد. وبعدين بيقول لي للاسف، انا عايز اسالك سؤال، يعني عايز اعرف، يعني انا بس بتفرج عليكم الماتش اللي قبلنا، يعني عادي مش انتوا اللي بتلعبوه، بعدين تيجوا تلعبوا لا فرقه تانية خالص، وضع تاني بالظبط. هو دايما يعني طبعا احترام المنافس بيبقى عندنا له اهميه كبيره. اكيد اكيد. طب ولما يبقى المنافس النادي الاهلي، انت مش محتاج تحفز اللعيبه بالظبط، اللعيبه كلهم مستنين المباراه، وبالتالي بتبدع فيها. انما اسم المحله اسم كبير. طب انتوا فين يا كابتن؟ يعني احنا اجتمعنا كتير. فين الناس الكبيره اللي موجودين دلوقتي، ربنا يديكم طول العمر والصحه، ليه ما بتجتمعوش؟ تروح المحافظ، تروحوا لاي جهه حصل سياديه. ما حصل المحل. رحت وحصل. مش عايز اقول لك مش لوحدك، لا مش هيبقى لوحدك. ما اصل انا كنت انا اللي ساعتها في الفيلد، كنت انا اللي في المشكله، وكنت انا يا اما اقدم استقالتي يا اما انظف. حاولت انظف ما ينفعش، فلما جيت انظف رحت المحافظ ورحت للجهه السياديه او يعني مسؤولين اللي هم عن الرقابه والكلام ده، وقدمت المستندات. ده دوري، اكتر من كده ما اقدرش اعمل. وبعدين لما فات سنه واثنين وثلاثه، وكان كابتن احمد شوبير متبني الموضوع وكلمني، ورحنا قعدنا مع رئيس، عملنا برنامج الاول على الهواء، وبعدين رحنا قعدنا مع رئيس شركه القبضه، وقعدنا وقلنا له المشاكل 1 2 3، وقعدنا انه يبطر هذا الشخص. ولا حاجه حصلت، يعني كانت حاجه غريبه، حصلت لمده شهرين. سافرت انا عمر، رجعت لقيت الوضع كما هو. فانا مش عارف الوضع، انما يعني المعلومات اللي عندي ان هم دلوقتي بيحاولوا في اداره يرجع. جديده. اتمنى ان رئيس مجلس الاداره الجديد والمجلس اللي معاه يكونوا عند حسن الظن بيهم، وباذن الله يعملوا حاجه لنادي غزل المحله ويتكتفوا. لان انت في، انت لما بتيجي تعمل نادي، انت عندك نادي بيصرف مليارات عشان يعمل نادي، عشان لما يعمل ملعب، عشان يجيب ملعب بالظبط.
طب انت عندك الامكانيات دي كلها بالزبط. مش ناقص الا التكاتف والاخلاص بالزبط. في العمل بالزبط. بس بالزبط. واحنا خد بالك انا كنت بجيب لما كنت ماسك الفرقه كنت بجيب لعيبه بتاع التعريفه انا بجيب محسن هنداوي انا فاكره طبعا بجيب محسن هنداوي محمود فتح الله جايبينه من الحاجه والجمعه ربنا يديله الصحه جايبه من مركز شباب الشين بالظبط واخد بالك فكنا بجيب لعيبه ببلاش بالزبط. وبيبقوا نجوم في المحله لان انت حواليك مواهب كتيره ولما زي بالظبط كده لما تيجي تقول في القاهره وفي مصر اي حد يتمنى يروح فين يروح الاهلي المحله لما تيجي في المنطقه بتاعتنا كله يتمنى يروح فين في المحله فانت بتستقطب افضل العناصر وبالتالي سهل انك تعمل تيم كويس بالزبط. وعندك الامكانيات والاستقرار والمعسكر بتاعك والملعب بتاعك جمهور ضخم امكانيات عاليه وبالتالي الديتيلز كلها موجوده عندك فانت مش محتاج اكتر من انك تخلص النيه وتشتغل لصالح النادي مش لصالح نفسك بالظبط بالظبط يعني اتمنى التكاتف الكل زي ما الكابتن شريف بيقول التكاتف الكل من اجل رجوع زعيم الفلاحين اللي كان مرعب لكل الانديه ان شاء الله يرجع ويرجع بسرعه جدا عندهم كل الامكانيات اللي تخليهم يرجعوا ان شاء الله زي ما بيقول الكابتن شريف برضو يتكاتف الجميع من اجل مصلحه المحله والمحله فقط لا غير يعني تعالى اروح بيك في حته ثانيه قوي حضرتك معايا وانا عارف ان حضرتك صريح جدا وبتتكلم فعلا من قلبك والمصلحه العامه انا دايما يا جماعه من النوع اللي دايما بلتمس الاعذار لاي حد خصوصا التحكيم لكن بعد مش عشان اهلاوي والله العظيم خالص بعد ما شفت ضربه الجزاء اللي ما احتسبتش مش لاقي ولا اي حاجه غير اقول ان هي حاجه مقصوده بنسبه 100% انا قلت كده مع نفسي يعني لكن حضرتك شفتها ازاي حضرتك مش على الاهلي انا مش عشان في الاهلي بصفه عامه انا كلنا كنا بنقول لا الشناوي كان يطرد محمد الشناوي مظبوط مظبوط كلنا كنا بنقول لا كان اكرم توفيق ممكن ياخد جدا ان انا قريت ثاني يوم ان في قرار اداري من اداره الاهلي نفسه ده وهو ده اللي اتعلمناه الاهلي ما بيهزرش هو ده اتعلمناه ان يعني انا بقول كل الانديه وانا ماسك المحله بقول نتعلم شوفوا النادي الاهلي ده مدرسه للانديه كلها حاولوا تعلموا النادي الاهلي قرارات ضد نفسه لما تكون المصلحه بتقتضي ذلك جميل جدا فانا عجبني تاني يوم لما رايت ان في قرار ضد الشناوي لان ما كان منظر مش كويس في نفس الوقت ما عجبنيش طبعا ان يبقى في اخطاء فجه بالطريقه دي ليه لان يعني زي ما كلنا بشر وبنقول ان الاداري بيغلط والحكم بيغلط واللاعب بيغلط والمدرب بيغلط كل المنظومه معرضه للغلط انما المدرب لما بيغلط بيتحاسب بالظبط ولا ايه بالظبط وبتقول له بالسلامه بالظبط اللعيب لما بيغلط بتقعده على الدكه ما تلعبوش بالظبط لما تيجي انت بقى الحكم يغلط ولاعيك تاني اسبوع بتحكم يبقى انت بتكافئه بالظبط واخد بالك بالزبط. فده اللي ما بيعجبنيش يمكن انا كنت في احد البرامج امبارح وطلبت من الكابتن عصام قلت له يا كابتن عصام انت شخصيه محترمه جدا وطبعا لو اتكلمنا على الشرف والامانه والاخلاق والالتزام نقول الكابتن عصام عبد الفتاح حاجه جميله جدا بس مش عاجبني ان هو مورط نفسه وده ممكن ده حب للعبه اكتر من اللازم ان هو عضو مجلس اداره في نفس الوقت ما ينفعش ابقى في الحالتين انا عايزك انت تحاسب رئيس لجنه الحكام وبالتالي اتمنى لو كان سمعنا الكابتن عصام ياخد قرار انه يشيل ايده عن لجنه الحكام كمسؤول ويحط ايده كمشرف بمعنى انه يجيب مسؤول لرئيس لجنه بالزبط. اقدر احاسبه بالزبط. ورئيس لجنه ده يشتغل فير حتى لو بمرتب واعتقد ان قبل كده كان جمال غندور بيشتغل بمرتب وكان مشاكل. مفيش مشاكل ويبقى منظومه مستقله عن اتحاد الكوره والحكام اتمنى ان انا ما ابقاش مدرب وعارف الحكم اللي جاي لي قبلها بيومين وبعدين ابدا اشوف رئيس النادي ده واشوف عضو مجلس الاداره هنا بيتكلم وهنا بيتكلم وما انا عايز الحكم ده وانا عايز الحكم ده وانا المفروض ان الحكم ما تعلنش عنه الا وهو داخل عليك اوضه اللبس كده في المباراه الحاجه الثانيه لما يخطا الحكم ما تعلنش انه اخطا ليا بس انا عايز اشوف انه تم محاسبته بمعنى ان الحكم لما يجي يغلط في خطا واضح بنسبه 100% زي اللي احنا شايفينه كله ده لازم تعاقبه اقل عقاب له انه على الاقل يقعد اسبوعين ما حكمش او ينزل الدرجه الاولى يحكم تحت لمده اسبوعين اذا كنت عايز تحافظ على اللياقه البدنيه بتاعته انما تيجي الحكم يخطا حتى لو شفته ورا الجون حكم خامس غير مقبول غير مقبول لازم على الاقل النادي اللي انضر دوت يحس ان ان ان, إن في حد بيجيب له حقه ولو بالاجراءات الاداريه ان صعب ان احنا هنقول
ان الـ 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 ان هيجي الحكم هيعدلنا يحسب لنا ضربه الجزاء تاني او يقول لك الجون اللي اتلغى او انما انا لما اكون اتظلمت وبعدين اسبوع الاقي الحكم اللي ظلمني ده في الملعب بيحكم بيزيد عندي وخصوصا عند الجمهور الشحن وبيزيد عني الغيره وهنا الشغب ممكن يتولد نتيجه حاجات زي دي اكيد. انما انت لما تغلط عندك حد زي ما انا بقى حاسب اللي عندي حاسب اللي عندك. طيب اخد الكابتن ده السيد نجم مصر نجم الاهلي طبعا حبيبي. كابتن ده اهلا بيك يا كابتن. ازيك يا ميدو اخبارك ايه؟ والله العظيم وحشني بجد. وانت كمان ازيك يا شريف حبيبي يا كابتن ضيا وحشني ازيك وازي صحتك ربنا يخليك يا حبيبي وبستمتع بيك في تحليلاتك ونفسي بقى يعني تيجي هنا معايا كده ونقعد نحلل كده الماتشات ونقعد نتكلم بقى مع بروقان بروقان هو رايق قوي والكلمه بتطلع بالتزام قوي ضيا قوي يعني هو من كتر اللي كان حاسس بيه ماتش الاهلي والانتاج انا حاسس ان هو ما علقش كتير يعني انا عايز اكلمك في كذا حاجه عايز نبدا من التحكيم وشيل تحكيمه كابتن ضياء وايه رايك فيها وفعلا ضربه الجزاء انا مش عايز اسيبها تعدي هباء كده لان انا حاسس ان مفيش فيها اي وجهه او اي حاجه ان انا اعذر الحكم الخامس فيها خالص والله انا اتكلمت فيها يعني قلت للناس بقى بيقولوا لي انت خلصت على الحكام قلت لهم انا بحلل الموقف يعني وكتف باشد البرامج مناقشه مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف فحللنا فوصلت بيه ان هو اللي اعترف وقال لا ده في اهمال وفي عدم تركيز. فانا يعني انا مشيت واحده واحده معاه بحس انه بعيد عن الحكام كبني ادمين عاديين اهلا بيهم وعلى دماغنا من فوق. احنا بنتكلم في التحكيم. مشيت معاه في كل الحاجات اللي بتتقال انها عمليه تقديريه او القانون بيقول في الحته دي كذا او انه طبعا ما فيش تعمد فوصلت بيه في الاخر ان هو قال لي لا اهمال وعدم فاهمال وعدم تركيز بالنسبه لما يتوصف بيها حكم يبقى انا بشوف ان الحكم غير قادر انه يدير مباراه سواء خامس سواء لزمان سواء حكم صفار يعني يعني احنا مشينا واحده واحده خصوصا المباريات الكبيره يعني بالظبط او المباريات الصغيره بالظبط يعني عايزين لا صغير يتظلم ولا كبير يتظلم هو كان اسبوع كارثه اسبوع خامس تحديدا كان اسبوع فيه غلطات يعني كبيره جدا بشكل مزعج تحتاج الى نظره مش من رئيس لجنه الحكام يعني هو عصام متصدر للحكام يعني المنظومه محتاجه من الاتحاد انه يعمل تطوير بشكل جدي تطوير والتطوير بيتصرف عليه فلوس والفلوس موجوده الحمد لله والرعاه موجوده فانا بشوف انه التحكيم محتاج ده محتاج تطوير بشكل كبير جدا للحكم في حاجات كثيره جدا في مواقف خصوصا ان ده كمان زاد مع وجود الجمهور بالظبط احنا مش عايزين ده يتكرر لا فرقه صغيره ولا الفرقه كده اكيد يا كابتن كل الناس عايزه تاخد حقها اكيد يا كابتن انا كنت اسالك ايه الحلول وحضرتك قلتها يعني الاتحاد فيه كل حاجه ان هو يصحح منظومه التحكيم العالم كله بيسعى انه ازاي يطور عشان تكون في عداله تحكيميه بالظبط واخرها حاجه دخل البار بالظبط دخلها ازاي بدخلها وشفنا في كاس العالم اوروبا السعوديه طبقوها كمان يا كابتن ونشوفها في معظم انديه العالم دلوقتي اوروبا حتى انجلترا اللي هي كانت بتعاني هتدخلها من بدايه من الدور الثاني يعني انت واخد بالك فعايز اقول انه الكل بيسعى لده لانه عارفين انه لما العدل يبقى موجود في ساحات كره القدم الامور هتستقيم وتمشي بشكل كويس. طب حضرتك كابتن كان اتطرح في اتحاد الكوره ان يبقى في حد عنده خبرات ممكن ما يكونش مصري ممكن يكون اجنبي ايا كان جنسيته ايه عنده خبرات تحكيميه كبيره جدا زي التجربه اللي بياخدها دلوقتي الاتحاد السعودي ان هو جاب مسؤول انجليزي او حكم انجليزي عنده خبرات كبيره جدا ودلوقتي هو المشرف على المنظومه التحكيميه في السعوديه بيقولوا ان هو عامل حاجات كويسه جدا ليه ما نعملش كده؟ طبعا هو عامل مع وجود الامكانيات ومدخلين البار كالتنجبرج اجانب اللي عايز ما فيش عيب ان انا اجيب خبير اجنبي ما انا جايب مدرب اجنبي من المنتخب بالظبط يعني انا يعني وانا بستعين بيه عشان كده عشان تبقى في تطور وفي حاجه احدث يعني فانا مش شايف ان فيها اي عيب كابتن يعني نطلع من بره التحكيم ده شويه منتخب مصر والنيجر بعد بكره ان شاء الله مباراه شايفها ازاي؟
شايفها على الورق مباراة سهلة طبعاً، لكن دايماً المباراة صعوبتها وسهولتها الأحداث اللي بتبقى حوالين المباراة اللي قبل وأثناء المباراة. الأحداث إنه مدرب جديد بجهاز جديد كامل اشتغل فترة قليلة جداً، أربع أيام تقريباً، جاي مضغوط بشكل كبير جدا من فتره قبل كده بانتقادات فنيه لوقت كوبا، ده ضغطه بشكل كبير جدا، الناس ماشيه ضغط عليه في اتجاه واحد، وكان انتقادات عليه هو كمان. يعني بغض النظر عن انتقاداته يجي او ما يجيش، بعيد عن الفنيات، بعيد عن الفنيات اكيد. بالظبط بالظبط، لكن انا بتكلم على الناحيه الفنيه، انه مضغوط، انه احنا الناس عايزه اعلاميا وجمهور كله بيضغط انه احنا عايزين نشوف شكل هجومي. تمام. فهو مضغوط من الناحيه دي بشكل كبير جدا، في نفس الوقت ما اشتغلش فتره كبيره عشان يدي الناس، يعني كل الحاجات اللي انا بشوفها انه في المعسكر ده هتبقى حاجات معظمها نظري، والقليل القليل لانه ما اشتغلش كتير اربع ايام. فهو فيها ضغط، عشان كده انا بقول لك المباراه على الورق انك تلعب النايجر وبعديها سوازيلاند، لا مباراه اقل منك بكثير كمنتخب مصر، لكن كل الاحداث دي ممكن تاثر مع تغيير بعض اللعيبه، مع التصدير انه بنزل بالاعمار، التصدير ان انا جاي هدفي ان انا انزل بالاعمار، وهو طبعا عملها من اول مباراه، حتى لو اللعيبه الصغيره دي مش هتبتدي لكن هي موجوده تكتسب خبرات، فكل الحاجات دي حول المباراه ان شاء الله ربنا يسهل وتطلع بشكل كويس. كابتن ضياء، يعني من خبرتك الكبيره جدا في كره القدم تحديدا، شايف مدرب المنتخب يلعب على فكره هو ولا يلعب على امكانيات لاعبته، خصوصا ان هو بيتولى مسؤوليه المنتخب في فتره قليله، او بيجمع المنتخبات دايما او المنتخب اللي بيمسكه فتره قليله، اربع ايام خمس ايام بكتير قوي اسبوع، هل يلعب على امكانيات لاعبته ولا يلعب على فكره هو وطريقته هو وعايز يطور ازاي؟ هو المدرب، اي مدرب لازم يلعب على فكره هو، حتى في المنتخبات يا كابتن. ما انا هقول لك حاجه، اتفضل. لا حتى في المنتخبات طبعا، مساله الوقت طبعا هو هيبقى معذور فيها لحد، لكن هو بيعتمد بشكل كبير جدا على النوعيه اللي بيختارها. بالظبط. النوعيه دي بتلعب ازاي في النادي بتاعها، مدى تطورها تكتيكيا، لعيب الاهلي ولاعيب الزمالك ولاعيب ليفربول ولاعيب تركيا ولاعيب امريكا ولاعيب، كل ده موجود. بالظبط. فهو هيعتمد بجزء كبير جدا على مدى تطور اللعيبه دي مع انديتها بشكل كبير جدا، لكن هو لازم يعتمد على 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 فكره، ولازم يوصل للعيبه هو عايز ايه. واعتقد مع الشغل والتطور اللي اللعيبه في انديتها معظمهم محترف دلوقتي، اعتقد انه هيبقى سهل جدا انهم ينفذوا بشكل كبير. يعني يا كابتن، انا نفسي اتكلم معاك كتير جدا، نفسي بقى تيجي هنا حلقه نقعد نتكلم فيها بشكل مطول كده عن الكره المصريه عموما وكل المشاكل اللي فيها وكل الايجابيات والسلبيات. ان شاء الله استناك قريب جدا كابتن ضياء السيد. ده انت تنورنا يا كابتن وبيتك طبعا. ربنا يخليك يا رب. شكرا جدا جدا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا حبيبي. شكرا. وانا بحب اتكلم معاه بصراحه يعني، بس انا مش عايز اطول عليك كابتن شريف. شخصيه جميله. جميل قوي، بيتكلم يعني بفهم قوي وواعي قوي زي حضرتك كده بالظبط. الله يخليك. اخر حاجه اسالها لك في جزئيه التحكيم، لما اقول ضربه الجزاء الحكم الخامس ما شافهاش، يعني التمس له العذر في اي حته؟ لا، ما انت لو شفنا ضربه الجزاء والحكم الخامس افضل واحد يشوفه هو الحكم. وابراهيم نور الدين كان رايح يصفر. ابراهيم نور الدين كان رايح يصفر. يعني ايه؟ يعني قدامنا يعني بص، ده مواجهه على الشاشه الكبيره، لو عايز مواجهه بص، يعني خطوه فرق بينه وبين الحكم الخامس. مش دي اللي تبين زاويه ابراهيم يا برجاوي؟ اهو دي. بص أيوة، بص ابراهيم نور الدين اهو 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 رايح. بص بص بص، رايح حاطط صفاره في بقه ورايح يصفر، ورايح بس التاني ما ادالوش، رجع تاني، قام راجع بظهره. طب ده قرار حكم ولا قرار حكم مساعد؟ ما انا عايز اقول للاسف الحكم الخامس وزاويه الرؤيه كانت يعني زاويه الرؤيه يعني انا لو جبت لابراهيم نور الدين عذر واحد من عشرة، واحد على عشرة عذر، اللي هو الحكم قال له مش ما فيهاش حاجه. انما ما اديش للحكم الخامس عذر ابدا خالص، ده واضحه وضوح الشمس. الحكم ده في ماتش من الماتشات كان برضه بيحكم لي ماتش، اللعيب شال الكره بايديه الاثنين كده،
واخد بالك؟ اللي هو محمد ابو خاطر. ابو خاطر. وقام سايبها بتاعه بعد الماتش، قال لك انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اغير قراري. يعني واضحه وضوح الشمس، وللاسف هو يظهر معلش اللعيب الحكم اللي ممارسي مش زي اللي مارس. بس يا كابتن ده دي حكم مصارعه حره، يعني لو حكم مصارعه روماني. بص شد كمان. لا ايد اللاعب اللي بيشد فين؟ ناحيته. يعني ده ماسك اقول لعيب من الفانيلا بيشده منين؟ بيشده من ناحيته بالزبط. يعني مش من ناحيه ابراهيم نور الدين، من ناحيتك انت، فانت شايفها وباينه زي الشمس. انت زي يعني ايه العذر؟ مش لازم يبقى حاجه. لا ما عندوش عذر خالص. ده لو واحد في المدرج واول مره تقول له تعالى حكم هيحسب دي. انما عايز اقول نهائي كاس العالم كان ممكن ما تاخدوش فرنسا لو ما فيش الفار. انا معاك مش كده ولا ايه؟ انا معاك. ولما لو البلن ما اتحسبش والحكم راح وشاف وبتاع، دي التكنولوجيا بس حاجات فيها شك. حاجات فيها شك. ورغم ذلك التكنولوجيا صلحت بالظبط. طب انا هنا هقول ان الحكم الخامس ما شافهاش، شافها انما فنيا هو مش قادر يدي القرار انه بلن ولا لا. عشان هو فنيا مش بالمستوى العالي. طب انت عشان تدي القرار الصح لازم تتاخد التكنولوجيا، هات الفار وشوف ابراهيم نور الدين يشوفها ولا لا. وبعدين هنا بقى نقول لابراهيم نور الدين ان انت صاحب الصفاره، حتى لو ده اخطا وانت شايفه واخد قرار، روح واخد قراره بصفر، روح ما ترجعش بالظبط. بس قرب التاني خلاه يشك في نفسه. فانا عايز اقول عشان نقفل حته الحكام دي، اخطاء كتير والاخطاء ما يصحش. عنصر اساسي مش عيب ان احنا نصرف عليه كويس، لان نجاح الدوري ونجاح المسابقه بيتوقف بالمقام الاول على الحكام بالظبط. فانا مش عيب ان انا اصرف على لجنه التحكيم واعمل لهم كورسات، اعمل لهم اجيب لهم مدرب، اجيب لهم محاضر كبير واطور. لان يعني لا في اخطاء زي ما انت بتقول كده ميدو، ايه يعني ايه فيها شك زي بتاع كاس العالم كده، انما في خطا واضح وضوح الشمس. انا ما كربتش هتسلل، مع ان التسلل برضه يعني برضه يتشاف، لكن هقول مثلا ده خطا واحد بنشوفها في الدوريات الانجليزيه. ده في مباراه واحده، انت بتتكلم على مباراه واحده يعني عديها يا كابتن شريف تسلل. يعني انت تعرف ان خطا حكم ممكن تقعد مدرب وتمشي مدرب؟ طبعا. عارف ان خطا حكم ممكن تدي بطوله من نادي لنادي؟ طبعا. فمش عيب ان احنا بجمله المصاريف ونصرف على لجنه الحكام كويس، نجهز الحكام فنيا كويس، لانه واضح الاخطاء محتاجه شغل كتير قوي، او المايند او المخ بتاع الحكام يوسع شويه بالنسبه للرؤيه وفهمهم للتحكيم يكون اكتر من كده، ويكون فيه جرأه شويه. ما تبقاش كل يعني انا حاسس ان ضربه الجزاء دي بالنسبه له مشكله لو حسب ضربه جزاء. في حكام بتحسب بالاربع ضربات جزاء في مباراه واحده. في مباراة واحدة ممكن يحسب أربع ضربات جزاء. أنت بتحسب ضربة جزاء وتفضل تأنب نفسك طول الماتش أكنك أجرمت. ليه؟ بالظبط. ويفضل يجامل في الفرقة التانية. وبعدين إيه؟ شفت أنا ماتش تاني بدون ذكر أسامي، حكم مثلا أخطأ أما عالج خطأه بخطأ تاني. بالظبط. واخد بالك؟ فالعملية محتاجة ظبط وربط أكتر. كابتن عصام معذور، مضغوط زيادة عن اللزوم، وهو عشان حكم حاطط على الكاهل بتاعه إنه يدافع دايما عن الحكام وبتاعه وإنه هو مسؤول عنهم. إنما أنا عايز الدفاع يكون بالإنتاج، يكون بتحسين المستوى، يكون بالأداء الجيد، وطول ما أنت بتشتغل هيبقى فيه نقد. بس إحنا عايزين الأخطاء تقل. مش قصدك على مباراه الزمالك والنجوم؟ لا احنا بنتكلم عادي، خلي بالك عادي. برضه اخطاء تحكيميه برضه تودي في داهيه، بيصلح الخطا بخطا. بالظبط. ضربه جزاء ما كانتش ضربه جزاء، بعد كده ضربه جزاء ما يعني ضربتين جزاء. يعني انت تعرف لما تيجي تجيب بقى محاضر دار واحنا في دراسات دوليه كده، يقول لك ايه هنا اخطا، ادي خطا، طب هنا حسب، اخطا خطا تاني عشان يعالج الخطا الاولاني. يعني عايز اقول لك حاجه كابتن شريف، مع احترامي طبعا الكبير لكلام حضرتك، انت عارف انا بتكلم مع حضرتك وبحب اتكلم معاك ومقتنع جدا بوجهه نظرك، لكن في اخطاء وفي سذاجه في التحكيم. ان انا ورطت هم يعني كابتن عصام عبد الفتاح، الناس دي في يعني مش هقول للناس مش هجمع، بس اللي بيعمل اخطاء دي بيورطك. يعني اخطاء اساسا مش محتمله الصواب والغلط. انا ما بتكلمش على الاهلي او الزمالك، بتكلم في العموم. يعني انا قاعد بتكلم، ما ينفعش ان انا اعمل خطا، يعني ما ينفعش يطلع خالص مني. انا بورط الناس اللي معايا، لكن في حاجه بتطلع ان انا مثلا اغلط في حرف، اغلط مش عارف في اسم، اقول اسم مثلا افريقي غلط، الكلام ده مقبول ومتاح. لكن انا اقول حاجه صعبه جدا جدا ان انا اقولها بشكل مبالغ فيه، انا كده بورط المسؤولين مش بورط نفسي. مظبوط. فلازم ان انا لا، انا عندي حاجه زي كده ما فيهاش اي يعني ما فيهاش اي عذر يا كابتن شريف. ضربه جزاء انا ما اعترضتش على الاوفسايد، مع انه اوفسايد ما برضه ما يتحسبش، لكن ضربه الجزاء لا، ده واضح وضوح الشمس. بقول انا عايز اقول لك حاجه،
انا طبعا ما كنتش قاعد جنب الكابتن عصام مع فتحه وبتفرج على الماتش، انما انا هوصف لك تخيلي انا ان الكابتن عصام طبعا بيتمنى الحكام كلهم يطلعوا اكيد دول. يا كابتن انا عايز اقول لك انه ممكن يكون خبط على دماغه لما ده ما اتحسبش. اكيد يا كابتن. ليه؟ ورطه ورطتني انت ازاي دي ما حسبتهاش؟ مش عارف هرد على الناس بعد كده ازاي؟ فانت يعني الله يكون في عونه، لان هو في كل حكم شوف بكم مباراه في الاسبوع كل حكم بيحكم بيبقى ماسك ايده بقلبه عايز الناس كلها تطلع كويس، فاي خطا بيتصب عنده هو بالظبط. فالله يكون في عونه، وهي محتاجه شغل اكتر، محتاجه صرف اكتر، محتاجه اهتمام اكتر بالحكام عشان الجوده تعلى شويه. اكيد يعني انا اتمنى ان منظومه التحكيم ترجع بسرعه تانية، واتمنى كمان يعني اللي يشوف هو مش في فرقه ميدو بتاخد الدوري بونت. ايوه انت ضيعت 2 بونت من الفرقه، ما ده وفرقه منافسه كمان. فرقه كبيره، فرقه لها جمهور، ما جمهورنا عايز فرقته طبعا دايما كسبانه، لكن كسبانه بفعل فاعل او خسرانه بفعل فاعل احنا ما بنرضاش كده خالص. كابتن محمد ابو خاطر اللي يشوفه هو مركز مع ازارو ومدافع ومدافع الانتاج، يعني لو مركز في ثانويه عامه مش هركز كده. انا فلازم كان ده خطوه يا جماعه. انا مش فاهم يعني امسكه سبحان الله، خطوه ده خطوه بيني. لا انا امسكه متلبس، خلي ان انا وانت قاعدين على الترابيزه دي وانت بتعمل خطا قدام كده انا شايفك اهو. يعني يا كابتن خلينا نخرج من موضوع التحكيم، وبنتمنى ان شاء الله التحكيم يرجع احسن واحسن من دلوقتي. منتخب مصر والنيجر، ومنتخب مصر مع كوبر مش عايز اتكلم فيه خلاص. كانوا بيقولوا ان احنا اتطورنا دفاعيا، لكن انا اسوأ حاجه شفتها في منتخب مصر الحاله الدفاعيه، لان الاجوان كل الاجوان اللي دخلت من هنا اخطاء دفاعيه ساذجه جدا. لكن مع اجيري ومعاه سلجادو نجم كبير جدا، ومعاه هاني رمزي نجم كبير جدا، متفائل ولا شايف منتخب مصر يبقى شكله ازاي؟ انا عايز اقول لك يعني انت سالت ضيا سؤال اللي هو المدرب هيفرض فكره. والله كنت هسأله لك بس ماشي. فكره ولا اللعيبه والقماشه اللي معاه هي اللي انا مؤمن ان هو يشتغل على اللعيب. انا مؤمن. فانا عايز اقول لك ان ذكاء المدرب دايما ان انت بتجيب حته القماشه هي طويله قدامك كده، انت بتطلعها بدله وجاكيته، بدله وجاكيت وزديري بالظبط، انت بتطلعها انت بتفصلها، ممكن تطلعها شورت وابوظ الباقي هدرت القماش كله بالظبط. فالمدرب الذكي زي ما ضيا قال كده انه بيحاول يحط الفكر بتاعه، دي نمره واحد، بما لا يتعارض مع امكانيات القماشه اللي معايا بالظبط. فانا بوظف القماشه اللي معايا دي للفكر اللي انا عايزه، ببدا اختار الاختيارات. يعني ممكن انا اسيب لعيب الناس كلها تقول لك ازاي تسيب ده، لان ده مش هيكلم مش هيركب في القماشه بتاعتي في طريقه اللعب اللي انا عايزها، واخد لعيب تاني يمكن اقل فنيا شويه بس ده هو ده اللي هيوظفه في طريقه اللعب اللي انا عايزها او في الشكل اللي انا عايزه. طب يا كابتن المده مده التجمع دي بتخلي المدرب يفرض فكره؟ لا ما الحقش طبعا، لا يمكن، ده اللي بتكلم فيه. لا هو حظه حلو في ايه اجري انه هيبتدي بالنيجر. بس اوعى حد يفتكر النيجر هتيجي سهله، لا طبعا، لان احنا مبنى فصول البرده بتاع منتخب مصر دايما مع الفرق الضعيفه بالظبط. احنا كنا هنخرج من الكونغو بالظبط، مش كده ولا ايه؟ النيجر دي كسبانه في النيجر قبل كده، كنت انا ماسك منتخب تشاد وكان مصر بتلعب النيجر في النيجر وخسرنا 1-0. افتكر لما عبد الشافي قال شكوره والراجل راح جاب جون وطلعنا خسرانين 1-0 بالظبط. والنيجر في ملعبهم على فكره مش سهلين، صعبين، لان ملعبهم صعب شويه. رحت لعبت فيه تعادلت 1-1 لما كنت ماسك منتخب تشاد. فالنيجر سهل لما تجيب جون وتغطيه. فاهم قصدي؟ تمام، الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. وتغطيه بقى سهل، اعمل اللي انت عايزه. فهو حظه حلو ان بادئ بفرقه سهله، وبالتالي يقدر يشوف لعيبته بالشكل كويس، لان هو اكيد لسه شاف كل اللعيب. خد بالك فين؟ في كاس العالم. وفات فترة وبعدين شاف كل اللعيب اللي اختارهم فين في مباريات الدوري، لسه ما شافهمش مع بعض. فهيبدأ يركب التركيبة بمساعدة الجهاز اللي معاه ويبدأ يشوف. فبتبقى درجة السهولة هنا في انه بيبتدي بمنتخب سهل. المفروض ان هو يزود في الفترة الجاية من المعسكرات شوية، ودي صعبة جدا بسبب ظروف الدوري وضيق الوقت. انما هو اكيد عارف ان طموح الشعب والجمهور المصري عالي جدا بسبب وجود عناصر، منهم واحد من ضمن افضل 3 لعيبه
مرشحين في العالم. فلما بيبقى عندك لعيبه بالمواصفات دي لازم الطموح يزيد. الناس دلوقتي طموحها مش ان هي كان الاول نقول يا رب بس ناخد كاس الامم. احنا دلوقتي بنقول عايزين كاس الامم ولازم نكون في كاس العالم. وبالتالي هو محتاج يشتغل شويه ومحتاج الناس تصبر عليه شويه، لان زي ما انت قلت كده مده غير كافيه ان نحكم عليه او ان هو يقدر يعرف لعيبته او يفرض الاسلوب اللي هو عايزه. فبالتالي محتاج وقت كبير جدا، محتاج على الاقل حتى لو اجمعهم كل اسبوع كل 10 ايام يومين اجمعهم واتعرف عليهم اكتر اقرب منهم اكتر. عشان خد بالك اذا كان حد فاكر ان وصولنا الامم افريقيا سهل، لا صعب، رغم ان هي بقت فرقتين بيوصلوا. انما انت معاك تونس وتونس كسباك الماتش الاولاني، فمحتاج بالزبط شغل كتير جدا. تمام.